تفضلوا صار موعدكم يا السيد وزير الإعلام. تفضلوا وياي. تفضلوا. بمعنى صرف الانتباه وتسكيت الجهد، ومرر بعض أركانة عبر إلى استهدف وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون، وفي مكان آخر استهدف بعض الأجزاء من قرادة مريم وقصف وزارة التخطيط بتشوفوه على الشاشة. يعني هي أيضا نفس المحاولات البائسة اللي يحاولون إضعاف العاصمة، ولكن العاصمة الآن تتهيأ وقوات بغداد أجزاء منها. أوكي. طيب طيب. أوكي أوكي. مشي. أوكي أوكي. في أخبار جديدة؟ المطار سقط من الصبح، والأمريكان بطريقه لبغداد. مين عم يقاوم؟ الحرس الجمهوري انسحب بشكل كيفي، واللي عم يقاوم شوية ضباط وجنود عراقيين وبعض المقاتلين العرب، وهدول يدوب يصمدوا يومين أو ثلاثة. ألو استوديو، يلا ثواني أنا جاهز. نتابع تطورات الوضع الأمني في بغداد، معنا مراسلنا السيد رمضان الحسيني. رمضان، ما هي آخر الأوضاع المستجدة حاليا في بغداد؟ نعم نعم، استمعنا قبل قليل إلى تصريحات السيد محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي، حيث أكد فيها على وجود مقاومة من قبل الجيش العراقي والمقاتلين العرب في محيط بغداد، وطبعا سنوافيكم بكل التفاصيل في حال ورودها. رمضان، هل من معلومات مؤكدة حول سقوط مطار بغداد؟ نعم نعم، في الواقع حتى الآن لا توجد أي تأكيدات على ذلك، فالصحفيون ممنوعون ولا يستطيعون الوصول إلى محيط المطار. أعزائي المشاهدين، وصلتنا صور من CNN نبثها، ثم نعود بعد ذلك إلى مراسلنا في بغداد. ألو استوديو، اسمعني مليح، المطار سقط من الصبح والأمريكان بطريقه لبغداد. طيب طيب أنا جاهز. لن تسقط بغداد بالبساطة التي يتوقعها الأمريكان والتي تروج لها بعض المحطات الأمريكية في المعركة، من بيت لبيت ومن شارع لشارع، وستذكر الأمريكان وبلا شك بخسارتهم في فيتنام. ناهد جلال، بغداد. أيوة ناهد، أنا عاوزك تهدي شوية كده وتخفي من حماسك ده. اللي أنا متأكدة منه إن الأمريكان مش هيقدروا يدخلوا حرب عصابات، بغداد مش هتسقط. هم مين اللي هيدافع عن بغداد؟ العراقيين والعرب. العراقيين، الله يكون في عونهم. هم هيلاقوها منين ولا منين؟ عموما ده مش وقت نقاش دلوقتي خالص. بقول لك ايه، انا عاوزك تاخدي بالك من نفسك، فاهمه؟ وطمنيني عليك، وكل خبر تبعتهولي تكوني متاكده منه 100%. وما تنسيش ان في قنوات كتير بتاخد مننا الاخبار. سلم لها على ماما، خليها تدعي لي وتدعي لبغداد، يمكن قلبها الابيض يساعدنا. حاضر حاضر، ربنا معاك. وافرد دموعك، الدموع ما راح تفيد بغداد. احنا بكي كتير من الاورايح، نحن وكل العرب.